اهلا بحضراتكم من جديد. بنضمنا بعد الفاصل الناقد الرياضي الكبير استاذ علاء عزت. يا استاذ علاء اهلا بيك. اهلا زكي كبير، ربنا يخليك، نورك حبيبي، ربنا يخليك، تسلم امير، ربنا يخليك. عندنا كلام كتير جدا، خلينا نبتدي بمباراه امبارح، مباراه المقاولين، وتقييمك بشكل كامل لمسيره النادي الاهلي المحليه تحديدا، رايك؟ انا شايف ان الاهلي كان محظوظ جدا جدا ان تكون اخر مباراه ليه قبل مباراتين النجم والهلال السوداني مع فريق المقاولين العرب. اعتقد المقاولين العرب ده تقريبا، اعتقد مباراه امبارح كانت ظروفها حيه للنادي الاهلي لمباراه النجم تحديدا، لان تقريبا النجم يلعب بنفس الطريقه اللي لعب بيها نادي المقاولين، اللي هي التوازن، مفيش اندفاع هجومي، في هجمات مرتده، في وصول لمرمى كتير جدا، في لياقه بدنيه عاليه جدا، وكل الامتيازات دي موجوده في نادي النجم الساحلي. فانا يعني امبارح طول ما انا بتفرج على مباراه الاهلي كنت دايما سعيد، حتى والنتيجه 0-0، حتى والنتيجه 1-0، حتى بعد طرد رامي ربيعه كنت مبسوط جدا جدا ان النادي الاهلي كان محظوظ انه لعب مع المقاولين في هذا التوقيت. الاسلوب ممكن يكون متشابه جدا الى حد كبير جدا، الى حد كبير جدا جدا. يعني انت لو شفت اخر ماتشين للهلال لفريق النجم الساحلي، وخاصه مباراه الهلال السوداني بالكربون، مباراه الاهلي بس مع الفرق بس ان النجم قدر يخطف المباراه، وده ما حصلش للمقاولين، لكن نفس طريقه اللعب واحده، نفس الفكر واحد تقريبا، ونفس الاسلوب الضغط على النادي الاهلي، انه ما بيسيبوش من مساحات، عارفين النادي الاهلي كويس جدا، ما بدوش النادي الاهلي فرصه للسيطره على الكره، التمريرات، الضغط العالي، الضغط من ورا، ازاي الفرقه كلها تطلع مع بعض. فانا كنت شايف ان النادي الاهلي كان محظوظ جدا ان هو لعب مع المقاولين في هذا التوقيت، دي افضل بروفه. يعني النادي الاهلي ما فيش فرقه في الدوري المصري كانت ممكن تفيد النادي الاهلي قبل مباراه النادي قد مباراه المقاولين العرب، ما فيش فرقه في مصر، يعني اعتقد لان اي فرقه في مصر ممكن تكون دفاعيه جدا في النادي الاهلي مش ما كانش تبقى بالنسبه له تجربه مفيده جدا، لان النجم مش هيجي يلعب دفاعي، لان النجم عارف كويس جدا ان هو جاي عايز يحسم امر المجموعه مبكرا. هو عنده فرصه ثانيه، عنده فرصه ذهبيه ثانيه انه يحسم المجموعه لما يلعب بلاتينو في اخر جوله، لكن يهمه كمان. لكن يهمه في الظروف كمان دي تحديدا، النادي النجم الساحلي بيتعرض لازمه حقيقيه في الدوري المحلي، لسه خسران الكلاسيكو قدام الترجي، في هجوم عنيف بيتعرض ليه الجهاز الفني واللاعبين، عندهم اصابات وعندهم غيابات، مشاكل اداريه، مشاكل اداريه كتيره جدا جوه الفرقه. فاعتقد ان هم جايين يعني على الاقل خالص يطلعوا بالتعادل، يعني يحسموا امر ظهرهم، انت عارف التعادل يكفيهم جدا ان هم يتاهلوا. لكن انا كنت سعيد جدا ان الاهلي لعب مع المقاولين المباراه دي، وكنت قلقان جدا جدا ان الاهلي يلعب مع ام بي يوم الاربعاء الجاي قبل 72 ساعه. كان هيبقى قرار غريب بصراحه، انا كنت يعني المباراه دي كنت هكون مشفق جدا جدا على الجهاز الفني ولاعيبه النادي الاهلي، لان احنا مش طبعا احنا مش هقول لك انا كنت مش قلقان من نتيجه المباراه، لكن كنت قلقان ان النادي الاهلي يخسر فنيا تاني، يخسر عدد من اللاعبين تاني، اصابات مثلا، اصابات تانيه، شد بتاع. احنا شفنا من ممكن زي مباراه مثلا الاهلي وبلاتينيوم، ازاي ثلاث لاعبين اصيبوا في توقيت واحد بالزبط، بشد عضلي وحاجات بسيطه جدا. كنت خايف على النادي الاهلي من كده، الاجهاد يعني لعيبه النادي الاهلي، الاهلي وليد سليمان ومجدي قفشه واليوديانج، الثلاثه جالهم شد عضلي بسبب الاجهاد. كان ممكن ده ممكن كان يحصل في مباراه النجم الساحلي، ممكن قبل المباراه طبعا وام بي ومفيش فرق زمني كبير جدا. ف يعني انا بقول كويس جدا ان الاهلي مش هيلعب مباراه ام بي، كويس جدا ان النادي الاهلي لعب مع المقاولين امبارح، كنت مباراه انا كنت سعيد بيها جدا جدا. ممكن البعض بيعترض على يعني ما كانش عاجبه اداء الاهلي في النص ساعه الاولى، لكن انا ك ك ك بربطها بمباراه النجم، لا كنت مبسوط جدا جدا، وكنت بتمنى المقاولين يزيد ضغطه شويه على النادي الاهلي، يعمل هجمات مرتده عشان يكون تجربه عمليه للنادي الاهلي. والحمد لله النادي الاهلي اعتقد استفاد جدا جدا من هذه المباراه. تعليق البعض على اداء النادي الاهلي وعدم الاعجاب باداء النادي الاهلي بالتحديد في مباراه الامس، هل ده منطقي شويه ولا غير منطقي بسبب ضغط المباريات اللي بيتعرض ليها النادي الاهلي على مدار الفتره اللي فاتت، فطبيعي الاداء يقل شويه في مباراه المباريات؟ هو طبعا اكيد، بس جمهور الاهلي دايما جمهور الاهلي بينشد الحسنيين الاداء والنتيجه، دي المشكله عند جمهور النادي الاهلي. لكن الجماهير الواعيه بتلتمس العذر، وتبقى عارفه امتى تعاتب لعيبه النادي الاهلي لو في مساحه زمنيه كبيره، لو في وقت قدامهم ان هم يقدموا كوره. لكن طبعا النادي الاهلي اعتقد انها المباراه بشكل ايجابي بشكل كويس جدا، يمكن بعد طرد رامي ربيعه الناس قلت شويه، خافت شويه، لكن النادي الاهلي ازاي يقدر يرجع تاني، وفايلر ما شاء الله عليه ادار
اخر 10 دقايق دي من اروع ال 10 دقايق اللي ادارهم فيها من بعد طرد رب ربيع. طبعا انا شفت النادي الاهلي حاجه تانية خالص. يمكن ناس كتيره جدا 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 لو كانت لسه بتابع المباراه او حضرت اخر 10 دقايق مستحيل مستحيل كان اي حد يتابع المباراه في اخر 10 دقايق يقول لك يقول الاهلي مطلوب من واحد خالص خالص. الضغط الضغط النادي الاهلي، اللياقه البدنيه لعيبه النادي الاهلي كانت عاليه جدا جدا. وده مثلا الاهلي جاب جون في الدقيقه 81 ونصر عدد، وده شيء ايجابي جدا. تغييراته كمان كانت ايجابيه جدا جدا، كلها تغييرات عملت فارق في كل المراكز يعني. وسرعه التصرف، وسرعه التصرف طبعا 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 رامي ربيع يعني طبعا انت تنزل طبعا اليو ديانج وترجع متولي طبعا. يمكن كمان كان يمكن شويه كان هو نفس الفكره دي، بس طبعا يمكن مباراه بلاتينيو كان نفس الفكره دي لما، بس للاسف اصابه اليو ديانج دي هي اللي فرقت مع فرق كتير جدا جدا، مع ان هو كان فكره في اخر نص ساعه ان هو هيهاجم بشكل كبير جدا هينزل لعيبه، لكن للاسف الشديد جت اصابه اليو ديانج بوظت له كل خطه وربطت كل حساباته. ولكن الحمد لله هي تجارب تجارب مهمه جدا. وانا شايف ان مباراه امبارح اعتقد ان فايلر مبسوط جدا جدا منها، واعتقد ان هو النهارده وهو بيشوف النهارده فيديوهات مباراه النجم الساحلي اعتقد ان هو هي 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 هتبقى في ذاكرته مباراه الامس. هيلاحظ التشابه في الاداء بالظبط بالظبط بالظبط. طيب اهم الجوانب الاخرى اللي ممكن تكون حضرتك خدت بالك منها في مباراه امبارح مثلا، يعني عايز اخد تقييمك لبعض اللاعبين، مين نجم المباراه من وجهه نظرك امبارح؟ لا مفيش نجم يعني، مفيش لاعب يستحق لقب نجم المباراه بصفه عامه. يمكن شويه الناس رايحه لوليد ان هو عشان قدر يقتل المباراه سولية، بس سولية اداؤه ده سولية طبيعي يعني، ده الطبيعي ده الطبيعي. لكن احنا بنتكلم عن نجم اللي هو اللاعب اللي يكون لفت الانظار قوي، انه يكون عمل جهد غير طبيعي، عمل يعني كان فارق جدا مع الفرقه في الفوز، لكن ما كانش موجود يعني. كل لعيبه النادي الاهلي تقريبا كلهم كانوا في مستواهم يعني. كان بيعلى وينزل، في بعض اللاعبين مستواهم بيعلى وينزل. مجدي قفشه لسه طبعا واضح ان هو لسه متاثر بالاجهاد اللي هو من اكتر اللعيبه اللي لعبت مباريات طبعا لعب طبعا مجهد بشكل كبير طبعا. جدا جدا لعب اساسي في كل المباريات، واضح ان هو كمان حتى لما رجع على طول لعب على طول مباراه طنطا وبعد كده المباراه دي، فواضح ان هو مجهد بشكل جدا، ما خدش راحه كافيه جدا بين اصابته في مباراه بلاتينيوم ورجع هنا دوبك حتى رحله الطيران كانت صعبه جدا عليه. فرجع انا انفوجئت ان هو بيلعب مباراه طنطا، وكنت متوقع ان هو مش هيكون موجود، ولكن فوجئت ان بيه موجود. ولو كان حتى ليو ديانج ما كانش عنده اوقاف كان هيلعب المباراه دي. هو السنه الوحيد اللي كان وحيد اللي كان معروف ان هو هيغيب مباراه طنطا دي كان وليد سليمان بس. لكن انا شايف ان لعيبه النادي الاهلي كلها اعتقد امبارح كلها كانوا على فترات، في لعيبه مميزه على فترات، لكن لاعب خطا يعني كان هو الفارق، لا ما كانش فيه لاعب فارق من النادي الاهلي. هو بعد بس نتكلم عن او احنا كمان اتكلمنا في الحقيقه مع بدايه الحلقه عمرو سليل، لان هو ساهم في الهدفين بتوع المباراه ساهم طبعا طبعا الحقيقه، فبالتالي هو احد نجوم هذه المباراه بكل تاكيد. وفي الحقيقه الفريق كله عمل مباراه لا كله عمل مباراه جيده. الاهم اللي جاي طبعا طبعا اكيد بالتاكيد. لكن عايز اتكلم بالتحديد عشان اقفل الملف المحلي، اتكلم على شكل المنافسه في بطوله الدوري، كيف ترى شكل المنافسه بالتحديد بعد فوز النادي الاهلي في 12 مباراه متتاليه مع بدايه الموسم؟ والله يعني انا بس يعني شيء رائع طبعا النادي الاهلي دي بدايه افضل بدايه في يعني كسب 12 مباراه قبل كده طبعا حصلت، وكل والناس كلها اتكلمت على موسم 2002 2003 مع بون فرير. يمكن بس الموسم ده يمكن النادي الاهلي خسر في الدوري باول هزيمه ليه، الهزيمه الوحيده ليه في الدوري ده كانت امام انبي اخر مباراه. يعني تخيل انت فريق عامل بدايه تاريخ بدايه يعني بدايه رائعه ليه في الدوري مع جون بون فرير، وما خسرناش ولا مباراه في الدوري، والمباراه الوحيده اللي خسرها ضيعنا بطوله الدوري. طبعا اتمنى طبعا السيناريو ده يتكرر مره ثانيه، لكن المنافسين كمان شويه في الدوري مش مدين حلاوه للدوري يعني. الاهلي بيفتقد منافسه جد، هل هو ضعف يعني منافسه ولا تفوق للاهلي؟ لا انا شايف لا في تراجع في مستوى الانديه يمكن. طبعا في تراجع كبير جدا. المقاولين يمكن الافضل شويه، بس انت عارف اي فرقه دايما بتفك بعد اول هزيمه ليها بتفك بشكل كبير جدا. شفنا الانتاج الحرب ازاي كان بادئ الموسم بشكل كبير جدا، وكان الفرق يعني كان متصدر الدوري فتره فترات، الاتحاد السكندري كان متصدر فتره فترات، لكن للاسف الانديه دي ما عندهاش روح ما عندهاش نفس الطويل يعني. مجرد اول كبوه ليها بتخرج من المنافسه وبتتراجع بشكل كبير جدا يعني. يعني مين كان يقول ان الفرق بين الانتاج الحرب والاهلي الفرق الكبير ده 34 ده 36 نقطه ده 21 الفرق كبير جدا، او 24 برضه فرق كبير جدا على منافسه في بطوله الدوري. لا الفرق كبير جدا، وانا شايف النادي الاهلي طبعا مميز، لكن المنافسه لا اعتقد ان انديه كتيره جدا جدا ما عندهاش
القدره على المنافسه لحد الرمق الاخير، ودي يمكن شفنا بس السنه اللي فاتت بس الاهلي والزمالك وبيراميدز الى حد ما، شفنا لحد تقريبا اخر اربع اسابيع في ثلاث انديه بتنافس بعض بشكل كبير جدا، ده بيكسب ده بيكسب يمكن ده اول مره تحصل من فتره، لكن للاسف الشديد انا اعتقد المنافسه الموسم ده مش موجوده. الاهلي بينافس نفسه اعتقد، يعني بينافس نفسه اعتقد نسبه كام في المية ممكن يكون الاهلي اكتر من حسم بطوله الدوري؟ هل نقدر نتكلم في الجزئيه دي مبكرا بعد 12 مباراه بس للنادي الاهلي ولا اعتقد لسه بدري؟ لا طبعا هو طبعا لسه بدري، لكن اعتقد ان لو النادي الاهلي نهى الدور الاول نجح ان هو ينهي الدور الاول بفارق اكبر من كده مع الانديه اعتقد خلاص هتبقى الموضوع قاسم طبعا، يعني لو كسب الزمالك في مباراه القمه خلاص تبقى الفارق كبير جدا بينه وبين الزمالك، لان مفيش انا بقول لحضرتك مفيش فرقه تقدر ترجع للمنافسه الا الزمالك، الفرقه الوحيده في البطوله الدوري العام اللي ممكن تنافس النادي الاهلي على لقب هي نادي الزمالك، ولو انت قدرت ان توسع الفارق بينك وبينه في مباراه القمه اعتقد خلاص الفرق هيبقى لو الفرق وصل 15 نقطه 18 نقطه اعتقد خلاص تبقى الامر حاسم للنادي الاهلي وتبقى المنافسه خلاص، يعني هيبقى ممكن نتكلم على ان الاهلي يفوز بالدوري قبل نهايته مثلا بخمس ست اسابيع مثلا او اكتر من كده، ممكن يكون اكتر من كده، لكن انا بقول لك حضرتك لكن ده ضعف المنافسين، يعني ده ضعف المنافسين ما كنتش اتمنى ان يكون المستوى ده. الواحد تفائل لما شاف الاتحاد السكندري بشكل كبير جدا، الانتاج الحربي، المقاولين، دي الانديه الواحد توقع ان هو يشوف السنه فاتت منافس جديد على، يعني السنه فاتت شفنا تجربه بيراميدز وازاي عمل اثاره في بطوله الدوري العام، بعد في اخر خمس اسابيع بيراميدز خرج من المنافسه لكن كان موجود وعمل روح واعطى طبعا بشكل كبير جدا، وخلى مباراتهم كانت متابعه بشكل كبير جدا طبعًا. يمكن بعد الاهلي والزمالك كانت اكبر مباراه متابعه أكيد. كانت النادي البيراميدز السنه دي شفنا اتفقنا خيرا بالاتحاد السكندري والمقاولين وتاجر حربي، لكن لما كل ما فرق النقاط بيبعد كل المنافسه بتقل قوي، حتى الاهتمام الجماهيري بيقل بالبطوله، جمهور الاهلي بيغني لوحده او جمهور الاهلي بيحتفل لوحده بالارقام القياسيه، لكن انا مش معنى بالارقام القياسيه، انا معنى يمكن النهارده كان في تقرير عاملاه لجنه الاحصاءات تبع الفيفا النهارده كانت بتعلن عن الدوريات العربيه، الدوري المصري تراجع المركز الثالث، يعني الدوري التونسي الاول والدوري المغربي الثاني، المصري الثالث، السعودي الرابع، الجزائري الخامس. الدوري المصري بيبقى دايما طبعا يعني هو بيتكلموا على حته المنافسه شويه، ان الدوري المصري بقى له فتره ومفيش منافسه وتركزوا على الموسم ده. يمكن بس انا شايف ان كان في ظلم للدوري السعودي، الدوري السعودي انا شايف ان هو ده يستحق يكون رقم واحد بفرق كبير جدا جدا عن كل الدوريات العربيه، يعني ده حتى تسويقيا الدوري السعودي تسويقيا الدوري السعودي في وادي وكل الدوريات العربيه في وادي تاني خالص، وجماهيريا وجماهيريا واعلاميا وامكانيات ومدربين ولاعبين اجانب، يعني حضرتك لو شفنا على موقع ترانسفير ماركت التسويق الدوريات العربيه هتلاقي الدوري السعودي واخد رقم مهول، يعني 10 اضعاف القيمه التسويقيه للدوري المصري، 10 اضعاف القيمه التسويقيه، بتتكلم في تقريبا كانت 333 مليون دولار القيمه التسويقيه للدوري السعودي، بتتكلم في الدوري المصري تقريبا مش عارف 43 مليون دولار، رقم بعيد جدا، يعني رقم بعيد جدا جدا عن الدوري السعودي، حتى الحضور الجماهيري الدوري السعودي مختلف، في النتائج عدد الدربيات في الدوري السعودي اكتر بكتير، انت بتتكلم على مثلا 8 9 10 ماتشات في الموسم الواحد، مباريات جماهيريه كبيره جدا، يمكن دي موجوده شويه، يمكن هو عطل شويه عندنا في مصر شويه كمان ده، بس بنفتقد الجماهير بنفتقد يمكن بس الدوري التونسي عشان الفتره اللي فاتت كان في النجم والترجي اللي هو الترجي كسب فيه امبارح، كان في الترجي والافريقي اللي الترجي كسب فيه 2-1، يمكن شويه بس الدوري التونسي عشان عدد المباريات فيه الجماهيريه بقت كبيره يعني بالظبط. طيب عايز اتكلم بالتحديد معاك عن مستر ريني فايلر، وانت قربت منه شويه في السفريه اللي فاتت في زيمبابوي مباراه بلاتينيوم كنت متواجد، بتقيم المدير الفني ازاي لحد دلوقتي؟ هل ده معاد تقييمه ولا برضه لسه شويه ولا كان احنا قيمناه خلاص؟ لا خلاص لا اعتقد لما المدير الفني يلعب 20 مباراه لا خلاص يعني احنا بالتالي عايز بقى تقييمه طبعا لا انا شايف ان هو مدرب هادي ودي ميزة ودي ميزه مهمه جدا جدا، يعني ممكن تكون المدرب انت تشوفه على في الاماكن العامه تلاقيه هادي، ده مش شرط انه يكون في الملعب هادي، مانو جوزيه كنا بنشوفه قد ايه انسان لطيف وقد ايه انسان مجامل في الاماكن العامه وقد ايه ودود جدا في التعامل مع الجماهير ومع الشعب المصري بصفه عامه، قد ايه ودود وقد ايه لكن في الملعب كان حاجه ثانيه. ريني فايلر يمكن اهدى شويه من مانو جوزيه في الملعب يمكن شويه، انا ما اعرفش طبعا الحوارات الخاصه مع اللعيبه، يمكن فوجئت امبارح بتصريحه عن صلاح جمعه كنتش متوقع لكن انا شايف ان هو هادي جدا جدا جدا، واضح ان هو عنده حلول كتيره وسريعه، العناصر كمان وجود عناصر كتير في النادي الاهلي مريحاه شويه مش مخليه متوتر،
حتى في ماتش بلاتينيوم ما شفتوش، كنت يعني طبعا المباراه كان ما كانش في حضور جماهير والمباراه كانت هاديه، فكنت يعني شايفه كنت طبعًا. شايفه تحت في الملعب شويه توتر على الحكم، لكن مش ده مش توتر المدربين المدربين الفنيين، يعني في مدربين فنيين تاني لما فريق تعرض للظلم في مباراه مهمه لا بيكون رد فعل بيكون رد فعل عنيف يعني. لكن انا شايف ان هو مدرب هادي جدا، مدرب واضح ان هو عنده تجربه، ممكن هو قالها في البدايه، لكن انا بقيت اؤمن يعني أأمن جدا جدا بما قلت إنه عنده تجربة عايز يخوضها مع النادي الأهلي. بالظبط. مشروع. مشروع وتجربة بالفعل هو عايز يخوضها مع النادي الأهلي. حكاية الأرقام القياسية مش في دماغه خالص. قبل المباراة يمكن شفت قبل المباراة برضو قد إيه هو بينعزل مع الجهاز الفني، وده كتير جدا بيقعد مع الجهاز الفني معاون، ودي برضو كانت ملحوظة. كلامه كتير معاه. كتير جدا جدا. كلامه مع اللعيبة شفته كتير جدا، يمكن في رحلة العودة يمكن تقريبا نص، طبعا رحله العوده كانت رحله طويله جدا جدا بتاع 14 ساعه. ازاي يقعد مع الشريف اكرامي ومحمد هاني ويتكلم معاهم فتره طويله جدا 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 في الطياره، يتكلم معاهم بيقرب من اللاعبين بيقرب بيشرح وجهه نظره، ليه ده مستبعد وليه ده موجود وليه انت تاخد فرصتك امتى. واضح ان هو كمان مش عايز اللعيبه تبعد، مش عايز اللعيبه تحس ان في لعب اساسي ولعب احتياطي، وواضح دي رسالته. واضح ان هو مقنع للعيبه، مقنع كمان مقنع جدا جدا للاعبين. يعني لما تشوف واحد زي الشريف اكرامي ازاي يخوض رحله زي دي طويله جدا ويسافر رحله عصيبه جدا 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 وهو واثق ان هو مش هيلعب المباراه لان هو مصاب ولسه بيستكمل علاجه، ده اكيد ان هو مؤمن ان يعني ان هو عايز يكون موجود مع الفرقه وعايز يكون مع الجهاز الفني. اعتقد لو علاقته سيئه مع المدير الفني ما كانش هيسافر. اللعيبه حتى اللي كانت على الدكه كنت تشوفها ازاي هاديه قوي قوي، الهدوء الغير عادي، ازاي اللعيبه حتى بعد المباراه كلهم مع بعض لا واضح ان هو قريب قوي من اللعيبه، اللي في اقتناع جدا من اللعيبه بامكانياته بفكره. اللعيبه شايف ان هو مش ده المدير الفني اللي هو عنده فريق اساسي او لاعبين اساسيين ولاعبين مش اساسيين. احنا شفنا يمكن كلنا شفنا ازاي في اول مباراه ليه مع كان سبورت ازاي نشوف واحد زي وليد سليمان وصلاح محسن اثنين احتياطي ويسجلوا هدفين، المباراه بعدين مش موجودين مع الزمالك على طول لقيت اثنين ما كانوش بيلعبوا اصلا، مش موجودين خالص اللي بيلعب كده. فواضح ان الراجل عنده فكر، مش مجرد بس ان هو اللي يكسبه اللي يغلبه يلعبه، لا ما عندوش هو فكره اللي هي الفكر اللي هو بتاعنا احنا اللي تغلبه يلعبه يعني. لو انا معايا اثنين لعيبه زي وليد سليمان وكسبوني ماتش لازم ودي موجوده وده عرف موجود هنا في مصر هنا. لكن شفنا ازاي كل مباراه عميكه حلو تبديل موجوده لحد وصلنا ان كل الفرق كلها بقت اساسيه. شفنا ازاي لاعب بحجم وليد سليمان لما ينزل في اخر 10 دقائق يقدر يغير مباراه. شفنا ازاي كهربا لما ينزل مباراه يعني ثلاث مباريات ينزلها احتياطي ونازل ما فيش غضب عنده ان هو لعيب كبير واسم كبير ولعيب دولي وجاي نادي زي النادي الاهلي ويبقى دكه البدلاء كل ماتش بعد دكه البدلاء ما عندوش غضاضه ابدا في هذا الامر. فواضح ان المدير الفني ليه دور كتير جدا في تهيئه اللاعبين النفسيين لهذا الامر. بالتالي بتشوف تصريحاته عن صالح جمعه امبارح ازاي؟ هو خلاص الراجل اعلن ان صالح جمعه مش معاه الفتره اللي جايه. هو بس يحسب له ان هو جريء يعني يحسب طبعا جرأه. احنا تقريبا كان كل بيعكس مدى قوه شخصيته شخصيته طبعا 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 وتعكس ان الراجل ده عايز يشتغل في مناخ هادي مش عايز توتر حواليه. احنا شفنا اكتر من مدير فني جم سواء اجنبي او محلي كانوا ما بيقتربوش من ملف وائل جمعه الا بتصريحات صالح جمعه الا بتصريحات المعتاده بتاعتنا اللي احنا عارفينها. صالح لعيب كويس بس محتاج وقت، محتاج مش عارف ايه لما البرنامج. لكن هو امبارح قطع الشك باليقين وكان تصريحه ده تصريح يعكس ان هو مدير فني جريء جدا جدا. ما يهموش السوشيال ميديا، ما تهموش الاعلام، ما يهموش ابدا الاعلام هيقول ايه على هذا التصريح. لا واضح اهم مصلحه الفريق اهم مصلحه الفريق بس. الراجل فاصل نفسه تماما عن العالم الافتراضي، عالم السوشيال ميديا. احنا كنا بنشوف دايما مسؤولين كتير جدا 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 بيخافوا يدلوا بتصريحات بشان لاعبين كبار خوفا من رد فعل الجماهير. لكن الراجل واضح ان هو الموضوع ده مش فارق معاه تماما، واضح تماما الراجل ده جريء وعايز فرقه تبقى هاديه، مش عايز مناقصات حواليه. الراجل عارف ان هو مقبل على مرحله مهمه جدا في الفتره الجايه، واكيد طبعا تصريحات صالح جمعه اكيد كانت ليها دور مهم جدا ان الراجل يخرج بهذا الشكل ويعلن ان صالح جمعه ما بيكونش موجود. اعتقد ان صالح جمعه لو كان يعني صمت او كان ممكن ما كانش يخرج بس فرصة. مش في فرصه يعني، او كان ممكن على الاقل خلاص يعدي المرحله دي. لكن
واضح ان تصريح صلاح جمعه خلى الراجل حازم جدا، قال لك طالما هو اتكلم يبقى احنا لازم يكون لنا رد فعل، ورد فعله كانوا يعني هو كان واخد قرار قبل تصريحات صالح من وجهه واضح نظرك واضح ولا بعد؟ لا طبعا قبليها طبعا قبل. طبعا واضح تمام ان صلاح جمعه خرج حساباته زيه زي كل المدربين اللي فاتوا، يعني مش بتكلم على فايلر بس، لو فايلر بس يبقى المشكله عند فايلر، لكن لما نشوف قبليه مع لساره اللعب على فكره صالح لعب الدور الثاني كله تمام ماشي، لكن الاستمراريه هي المهم، الاستمراريه مش المهم ان لعب كم مباراه، المهم الاستمراريه، هي النجوميه في الاستمراريه مش في عدد المباريات ولا عدد الاهداف. يعني دايما النجم الحقيقي هو النجم اللي يكون رجليه في الملعب دايما وابدا، بعيد بغض النظر عن الاصابه، يعني لا قدر الله لو في اصابه ده ظروف غصب عنه، لكن لما يكون لاعب موجود بموهبه وما يقدرش يفرض نفسه اعتقد تبقى المشكله عند اللاعب. تنصح صالح بايه خلال الفتره اللي جايه من وجهه نظرك؟ والله اعتقد ان صالح تلقى رسائل كتير جدا، يعني يمكن اكتر لعيب بعد ابراهيم سعيد خد نصح ودعم كمان الدعم، يمكن جمهور النادي الاهلي دعمه بشكل كبير جدا، يمكن ما فيش لعيب في النادي الاهلي كان في دعم للاعبين مروا بظروف مشابهه، لكن ما فيش لاعب حصل بدعم على مدار اربع مواسم زي صالح جمعه. يعني شفنا الدعم غير عادي وهاشتاجات غير عاديه لصالح جمعه وبتاع وكده، اعتقد خلاص الصفقه سيف العزل، يعني اعتقد ما فيش وقت للكلام تاني خلاص يعني. طيب خلينا نخش بقى في الاهم واللي جاي بالنسبه للنادي الاهلي، مباراتين النجم الساحلي والهلال السوداني، ماتشين ورا بعض، ما فيش حتى مباراه في النص في الدوري، على طول هتلعب الاثنين ورا بعض. خلينا نبتدي بالنجم الساحلي الاول، بتشوف مدى اهميه هذه المباراه وكيفيه النادي الاهلي التعامل مع فريق النجم الساحلي من وجهه نظرك؟ شوف النادي الاهلي مع الاسف حط نفسه في خانه اليك زي ما بيقولوا، خلاص بسبب التعادل مع بلاتينيوم. طبعا طبعا. طب انت كنت موجود برضو في السفريه دي، اسباب التعادل مع بلاتينيوم ايه؟ انا اعتقد يعني ان رحله الطيران كانت ليها دور مهم جدا 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 جدا. يعني انا ممكن احمل رحله الطيران او الرحله بصفه عامه كلها والاجهاد ده، ممكن احمله نتيجه 50% من نتيجه المباراه. 50%؟ طبعا كتير. هقول لك يا امير، لما يكون عندك ثلاث لاعبين يصابوا اصابه واحده في قبل المباراه بيوم او حاجه، لا يبقى اكيد اللعيبه دي مبهدله. هو بس وليد سليمان كان سمانه، اليو ديانج سمانه برضو قفشه إرهاق. قفشه كدمه في الركبه. لا بس كان اجهاد، كان قبل وده حتى الشوط الاول ما كانش فايق. يعني انت شوف لما تندى عليه فجاه واحمد الشيخ يكون طلع المدرجات وفجاه ينزل. وهو في المدرجات انزل بسرعه هتكون في القايمه وبتاع وكده، لا واضح ان رحله الطيران اثرت جدا، واعتقد ان على اداره النادي الاهلي ان تتدارك هذا الامر بجد. يعني انا من خلال قناه الاهلي بقول لاداره النادي الاهلي ان 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 اعاده الحسابات في الرحلات الطويله زي كده، وخاصه المباريات اللي هي لا تقبل القسمه على اتنين. يعني اعتقد النادي الاهلي لو كان المباراه كانت وكمان رحله انا بحمل رحله الطيران مسؤوليه كبيره جدا، وسهوله المباراه كمان، يعني الاعلام سهل قوي للاعيبه المباراه، يمكن ده شويه خلى اللعيبه نزل المباراه. الناس كلها كانت مهيئه نفسها، الاهلي هيروح يجيب الثلاث نقط ويرجع. لا مش ثلاث نقط بس، عدد الاهداف. عدد الاهداف كمان. طبعا عدد الاهداف، يعني انا قاعد في بنحضر المدرجات ومتوقع النادي الاهلي، عايز اقول النادي الاهلي يعني بتمنى، كنت بقول يا رب الاهلي بس يجيب جولين الشوط الاولاني عشان يبقى المباراه تبقى سهله لينا، يخلص 2-0 مش مشكله، يخلص 3-0 مش مشكله. لا خالص خالص خالص، انا صعقت لما جه الجون، يعني ما استوعبتش الامر في البدايه يعني، وبعد كده كمان لما لقيت الوقت عدى والشوط الاول انتهى بنتيجه الاهلي خسران، لا عرفت ان الامر اصعب بكتير ما احنا كنا متخيلين. الاعلام لعب دور سلبي جدا، ان هو خلى لعيبه النادي الاهلي ظنوا ان هم في رحله، الاجهاد كان ليه طبعا دور كبير جدا، لكن مش مهم، المهم ان احنا في المرحله دي يمكن اللعيبه حست قوي بعد المباراه ان هم قصروا في حق ناديهم وحق جماهيرهم وحق انفسهم. اللعيبه كانت زعلانه جدا بشكل غير عادي، ما كانتش مصدقه ان هم يخرجوا بالتعادل ده، طبعا الاجواء كلها كانت اجواء هزيمه يعني. يعني انا عن نفسي كنت بنسى ان الاهلي متعادل، انا كنت دايما يعني بمجرد حكم مصفر بتعامل ان الاهلي خسر المباراه مش متعادلش. ايوه بالظبط، كلنا كنا بنتعامل كله بيتعامل انها هزيمه. لعيبه النادي الاهلي يمكن شويه كانوا متاثرين جدا بالتعادل ده ومع نفسهم عادوا نفسهم بشكل كبير جدا. ده الامور اتصعبت بشكل او باخر. الامور طبعا يعني صعبت جدا، لكن هم عندهم ثقه كبيره جدا جدا جدا، عندهم ثقه كبيره جدا. ومن حسن الحظ الحمد لله ان مباراه النجم هنا، وكان مهم جدا ان تكون المباراه دي هنا. يعني انا ما كنتش عايز النادي الاهلي بعد مباراه بتنم يلعب مباراه بره، يعني النادي الاهلي برضه محظوظ شويه ان مباراه النجم هنا تحديدا، النجم تحديدا كمان. لو كان في مثلا الهلال قبل النجم بره كانت هتبقى كانت صعبه جداً. صعبه طبعا، صعبه جدا على النادي الاهلي طبعا. يعني
يعني الاهلي محظوظ برضو في حكايه ان 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 يرجع بلاتينو مع مباراه النجم هنا، وكمان محظوظ ان النجم كمان عنده فرصه ثانيه. يعني النجم بالنسبه له المباراه مش حياه وموت، لكن بالنسبه لك انت حياه وموت. يعني دي انا كاتب حتى يمكن في مجله النادي الاهلي هتطلع ان شاء الله، كاتب الانتصار او انتصار. دي مباراه ما فيهاش خيار، يعني ما فيش خيار ثاني، ما فيش تعادل، ما فيش ما تقبلش اي حاجه. وكمان حتى يعني الناس بتتكلم على فرق الاهلي كمان، يعني احنا خسرين هناك 1-0، لا احنا عايزين نجيب اكتر من هدف، لان ممكن انا ما اعرفش الحسابات تمشي ازاي، كل شيء وارد، لكن ممكن تكون فرق الاهداف ممكن يكون ليها في حاله التساوي، في عدم حاله التساوي ده يمكن صعب شويه، لان الاهلي 7 وهم 9 صعب قوي. يعني النجم كسب 1-0 انت وكسب 2 انت، لكن النجم اعتقد جاي خسران مباراه مهمه جدا، في غضب جماهيري، وده ممكن يعمل حافز للعيبه بشكل كبير جدا. عندهم هل ده ممكن يكون مقياس بالنسبه لاداء النجم في مباراه الاهلي، ولا المنافسه المحليه بالنسبه له حاجه والمنافسه الافريقيه؟ هو واضح تماما ان النجم خرج من المنافسه في الدوري التونسي، واضح تماما. يعني الترجي بيغرد وحيده زي النادي الاهلي بالصوره بالكربون من النادي الاهلي، من اقوى المنافسين السنه دي على البطوله. طبعا الترجي يا امير، في لعيب في النادي الاهلي قال الترجي من اقوى الفرق اداريا في افريقيا. وطبعا اداريا دي هو فاهم يعني، يعني قال الترجي ده من احسن فرق بتلعب، يعني عندها اداره تلعب خارج الملعب، يعني مع الاداره الفنيه يعني. لا، ولا اداريا ايه؟ اداريا لاداره النادي، اداره النادي يعني. يعني الترجي قوته في ادارته، يعني عنده اداره بتعرف ازاي في الكواليس تلعب، ازاي تلعب الجيم المباراه الكبيره، ازاي تلعب الجيم مباراه النهائي، ازاي تلعب الجيم ده ازاي خارج الملعب. وده طبعا واضح في الاثنين النهائي اللي شفناهم ورا بعض المتتاليين. يمكن ده شويه قلق الناس شويه ان اداره الترجي، يمكن حتى كان في تصريح كابتن سامح حفيظ غريب، قال لك ليه حكايه انديه شمال افريقيا او تحديدا انديه تونس والمغرب بتعرف الاخبار دي؟ الاخبار بتخرج من هناك يعني. مخترقين الاتحاد الافريقي بشكل كبير جدا جدا. فعلا يمكن والله فعلا يا امير، يمكن تصريح سامح حفيظ ده وقفني، بس ده مش ذنب الادارات الاخرى يعني، بتاعت الانديه الاخرى يعني. هم لا لا لا، ازاي ان هم يكونوا على علم بحكام؟ هل دي شطاره ولا ده يعني سوء تعامل ومفيش تكاف؟ فرص بخصوص لا واضح العلاقات لا 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 واضح لا 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 والعلاقات يبقى مصر طبعا يعني، ده الاتحاد عندك انت هنا. امال ايه طيب؟ يعني اعتقد ان هم عندهم ناجحين قوي ان هم يكونوا موجودين داخل الاتحاد الافريقي بشكل كبير جدا. دي حقيقه، واضح ان هم موجودين بشكل كبير جدا. يعني هقول لك انا كامير، احنا كل مباراه للاهلي مع انديه شمال افريقيا لازم اسم الحكم بنعرفه اولا من الصحف هناك. دي حقيقة صح. يعني شوف احنا هنا كنا بنتكلم، كان في ناس بتتكلم على تسيما لاسيوبا يدير مباراه، فجاه واحنا بنتكلم كده لقينا الصحافه التونسيه بتعلن ان فيكتور جوميز هو حكم المباراه. القرارات كمان، قرارات الكاف كلها بتعلن عن طريق من هناك الاول، يمكن صحف تونس بتسبقنا في الموضوع ده بشكل كبير جدا. والمغرب والمغرب طبعا وبنعلن في البدايه بنفتكر ان اجتهادات من القرار طلع حرفيا بالزبط. حرفيا يعني لو هم كاتبين 3 قرارات، القرار بيطلعوا فعلا ما فيش منهم قرار خاطئ، ما فيش منهم قرار حتى هم كاتبينه بشكل مختلف، حتى لو قرار مش في مصلحتهم، لكن بيكتبوا قرار موجود. واضح ان هم متواجدين بشكل كبير جدا داخل، متوغلين جدا داخل الاتحاد الافريقي. ومن هنا الخطوره، يعني الخطوره ان هم يكونوا عارفين كل حاجه، عارفين كل القرارات بتطلع قبل ما تعلن. يمكن احنا اعلنا كتير جدا، مثلا ساعه مباراه ازمه المباراه النهائي دوري ابطال افريقيا الوداد والترجي، كنا احنا بنقول تصريحات ما وهم بيقولوا حاجات ثانيه، وهم صح هم صح في الاخر. لكن انا بقول لك هم عندهم مشكله، النجم الساحلي عنده مشكله، غياب الحارس الاساسي طبعا موقوف بسبب طرد في مباراه الاهلي، الحارس الثالث مصاب وليد الكردان عنده رباط صليبي، فعندهم حارس واحد بس هيجوا بيه اللي هو اشرف كارير، واشرف كارير ده هو حتى لعب المباراه الاولى بين الاهلي والنجم الساحلي في رادس، كان هو الحارس موجود. هم عندهم مشكله جدا، حتى عندهم هم ما عندهمش اصابات زي النادي الاهلي، ما عندهمش غيابات كبيره زي رمضان صبحي. يمكن هم مهتمين جدا، او النهارده احتفوا بتصريح الدكتور خالد محمود مدير بصعوبه لحق رمضان صبحي، بارزينه بشكل كبير جدا، وجماهير النادي بتحتفل ان رمضان صبحي مش موجود، وهم عارفين ان رمضان صبحي ده مهم جدا وجوده في مباراه زي دي، وعارفين ان ده لعيب عنده روح قتاليه كبيره جدا. فهم يمكن قبل ما اجي لك تابعت اكتر من موقع تونسي بيحتفوا جدا، يمكن الخبر الابرز
عندهم الابرز بالنسبه نجم الاهلي غيب عن موقعة السلام، كلهم واخدين الخبر ده بشكل كبير جدا. حتى مش حاطين صوره رمضان عشان خاطر يشوفوا، عايزين يعرفوا الجمهور يخش يعرف مين النجم ده. هم عندهم اصابات، بس اصابات بسيطه جدا. ياسين الشخاوي عنده اصابه خفيفه، عندهم برده بس لاعب مهم قوي طبعا. ياسين الشخاوي لعيب مهم جدا، بيلعب قدام النادي الاهلي من 2007 يعني. بالزبط. ياسين الشخاوي ده انا حضرته في مباراه الاهلي والنجم الساحلي السوبر الافريقي في اثيوبيا 2007. كان ياسين الشخاوي لاعب صغير وكان نجم الفريق وقتها. في مار الحناشي برضو عنده مشكله، عنده صدام بن عزيزه، وعندهم زياد بوغطاس بس شويه. عندهم طبعا المهاجم اللي جابوه جديد رضوان زودام ده برضو جزائري، لعيب مهاجم كويس جدا، شفته النهارده مجموعه اهداف. كمان سليماني كولوبالي موجود، سليماني كولوبالي موجود وعمل تصريح قال فيه يعني ان انا مباراه الاهلي بالنسبه لي مباراه خاصه جدا ومباراه حساسه جدا بالنسبه لي. اهلا بيه. ان هو يكون ان انا اجي مصر، ارجع مصر وواجه النادي الاهلي بعد الازمه اللي حصلت دي، ده امر بالنسبه لي هيكون ضغط كبير جدا عليا، مباراه حساسه. لكن طبعا قال لك ان انا بتمنى الفوز وكده، فهو واضح ان هو عايز شويه، اللي عارف ان هو هيكون عليه ضغوط شويه هنا لما يجي هنا. بس طبعا يعني يمكن شويه من حسن حظه ان للاسف مش هيكون في المدرجات، مش هتكون كامله العدد مهما كان. والمفات الامنيه طبعا مستحيل الامن يوافق ان الاستاد يبقى مبتلي على اخره يعني. لكن هو اتكلم على الموضوع ده، وواضح ان هو عايز يهدي الاجواء شويه. قالت له تصريح كبير جدا النهارده عن المباراه، وقال هو اعترف المباراه بالنسبه له مباراه حساسه جدا، وقال ان انا في كل مكان هكون متواجد فيه في القاهره، الناس اتكلمنا على الازمه بتاعه الشيره دي، ولكن انا اتمنى ان احنا نكسب المباراه دي عشان نحسم امر التاهل ده ونتفرغ لبطوله الدوري اللي احنا موقفنا صعب جدا في الدوري. يمكن النهارده كمان كانوا عاملين تقرير للاسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني السابق للنادي الاهلي، المدير الفني اللي لعب 16 مباراه، قاد اسف 10 مباريات بس، قاد النجم الساحلي في 10 مباريات، اربعه في دوري الابطال، كسب ثلاثه وخسر واحده، ودي نتيجه هم شايفينها كويسه جدا جدا ان هو يكسب. بما انه مدير فني جديد كمان. لكن في الدوري لعب 6 مباريات خسر ثلاثه. هي مباراه كمان خاصه لجاريدو يعني كمان. فطبعا هم واضح ان هم مباراه الاهلي بالنسبه له اعلاميا الاعلام هناك منتظر نتيجته مع الاهلي هنا بشكل كبير جدا. قالوا مفيش عندك اي مشاكل، ده فريق انت كنت بتدربه، الاجواء انت عارفها كويس جدا في مصر، عارف الملعب كويس، قال حتى ارضيه الملعب انت عارف ارضيه الملعب كويس جدا. انت مش محتاج، حتى هم قالوا انت مش محتاج انك تروح مبكر، هم جايين يوم الخميس، قال لك مش محتاج انك انت تروح مبكر القاهره ولا تروح تعمل 5 تدريبات، ولا محتاج انك تدرس لعيبه النادي الاهلي، انت لعبتهم قريب، وغير انك انت لعبتهم قريب انت عارفهم كويس اصلا، وعارف الاجواء في مصر كلها، وعارف التحكيم في القاهره بيكون ازاي. فواضح ان الاعلام التونسي حمل جريده ضغوط كبيره جدا قبل المباراه دي، فان شاء الله ده امر ايجابي بالمناسبه. بالنسبه ان شاء الله باذن الله شايف ان فرص النادي الاهلي طبعا باذن الله طبعا، لان ما فيش خيار بالنسبه، فرص الاهلي كبيره جدا ان شاء الله باذن الله، والاهلي قادر وان شاء الله باذن الله. بس المنافسه ثلاثيه قويه جدا ما بين الاهلي والهلال والنجم، يعني الهلال دلوقتي لو كسب بلاتينيو طبعا، فبالنسبه له مباراه الاهلي في السودان هتبقى يعني حياه او موت يعني. طبعا من هنا جايه قوه المنافسه. شوف امير، الاهلي فنيا اعلى من الهلال بكتير جدا، الفروق الفنيه بين الاهلي والهلال كبيره جدا، لكن بجد بجد يعني ان نادي مصري يروح يكسب في السودان ده امر صعب جدا جدا، وخاصه الهلال والمريخ يعني. الاهلي ما كسبش هناك قبل. لا خالص خالص يعني، يمكن افضل نتيجه كانت مره تعادل سلبي. تعادل سلبي على ما اتذكر يعني. لكن بجد الاجواء في السودان صعبه جدا 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 جدا، حتى لو موقف الفريق يعني صعب او عنده مشاكل زي رحيل الكابتن حاده صدقي ولا اي مشكله. لا هم دي بالنسبه لهم مباراه قمه، دي قمه وادي النيل بالنسبه لهم، دي حاجه ثانيه. الحضور الجماهيري عندهم طبعا طاغي بشكل كبير جدا، جمهور مش ممكن بتشوفه، عندهم حماسه غير عاديه. الجمهور ده كمان يعني في فعلا جماهير بتلعب، بتكون اللاعب رقم واحد مش رقم 12. في انا شايف ان فريق زي الهلال السوداني والمريخ السوداني دول بجد من الانديه اللي عامل الجمهور عندهم مهم جدا جدا طبعاً جدا, طبعاً جداً طبعاً. يعني ده فعلا رقم واحد يعني. انا شايف ان زي ما بشوف، ان انا بشوف دايما ان مازيمبي هو اشرس فريق افريقي على ارضه فعلا، يعني اشرس فريق يعني والوداد يعني لا يعني الوداد، بس انت ممكن مع الوداد ان لو انت فريقك كويسه ممكن تعمل نتيجه ايجابيه، والنادي الاهلي عمل نتيجه ايجابيه قبل كده بس ما كانش الوداد بيلعب على ملعبه.
لكن لما الوداد بيلعب على ملعبه الامور بتبقى صعبه جدا. الاهلي عمل في المغرب مع الوداد. ايوه بس كان ملعب تاني لان ملعب مركب محمد الخامس في اصلاحاته وكده. لما كسبنا بهدف رامي ربيعه ما كانش الملعب ده. لا لا ومره قبل كده ايام ابو تريكه لما ايام ابو تريكه واحد هناك كان في الملعب الرئيسي الملعب مركب محمد الخامس وكان الملعب ممتلئ عن اخره والاهلي تعادل 1-1 هناك وقتها. لكن انا شايف ان 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 فرقه مازيمبي هي الاقوى فرقه على ارضها في افريقيا. اقوى فرقه على ارضها في افريقيا فعلا. يعني اقوى من ما بتخسرش ارضها مستحيل. يعني صعب. لا وكمان الفريق الوحيد اللي لما بيفوز يفوز بسلاسه جدا. يعني ولا محتاج التحكيم يسانده ولا محتاج ولا الضغوط كمان. بالتالي بتشوف الفرق اللي بتنافس على اللقب السنه دي مين. انا شايف طبعا مازيمبي. طبعا انا بحط مازيمبي دايما. انا احط الترجي لاسباب اخرى. يعني مش عشان هو قوي فنيا. لا قوي طبعا. طبعا قوي فنيا. عنده لعيبه كويسه جدا. لكن انا شايف ان مثلا لو مازيمبي لو ترجي ومازيمبي بيلعبوا مباراه مع بعض ذهاب وعوده. لا اعتقد ان بعيد عن امور التحكيميه وبعيد عن اللعب خارج البساط. لا طبعا تبقى مازيمبي اقوى من الترجي فنيا. لكن طبعا لا السنه دي شايف لا في فرق كتير جدا. مازيمبي قوي جدا. سان داونز قوي جدا. الترجي الزمالك الاهلي في 5 انديه بشكل كبير جدا. النجم انا مستبعده بصراحه. يعني النجم مستبعده من نفسه حتى لما يتاهل. حتى لما يتاهل. لا فريق النجم مش فريق بطوله. يعني على الاقل السنه دي مش فريق بطوله. ممكن يتاهل باذن الله هو الاهلي يتاهلوا مع بعض او الاهلي والهلال اي مكان. يعني الاهلي مع اي حد منهم. لكن المهم الاهلي. لكن اي فريق مع الاهلي يتاهل على المجموعه دي مش هيكمل في الادوار النهائيه. ان شاء الله نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في مسيرته الافريقيه وباذن الله يتاهل لدور الثمانيه. مش بس كده احنا هدفنا اللقب باذن الله تعالى مفتقدينه بقالنا فتره. عايز سريعا اتكلم معاك في بعض الجوانب المحليه بالتحديد فيما يتعلق ببند تضارب المصالح في بخصوص لائحه النظام السياسي الخاصه باتحاد الكره. في البدايه كان في جلسه نبض كده من بعض اعضاء الاتحاد او اللجنه الخماسيه الحاليه مع الفيفا بخصوص الغاء بند عدم الترشح ان هم يترشحوا للانتخابات. رايك ايه في الموضوع ده؟ هي الفيفا رفضت خلاص. طبعا. وكان من الطبيعي ومنطقي ان الفيفا عارفه. والفيفا هي الغريبه. بس الغريبه اللي هي جلسه نبض الاتحاد. يعني ايه لازم يعني دي غريبه. انت كده عارف انك انت جاي عمل فتره مؤقته. وانت قابلت انك تكون جاي متطوع فتره انقاذ لمده لفتره معينه مده سنه. فانت كان عليك انك انت تكون يعني فير وعادل جدا جدا. لانك انت لو اعلنت عن رغبتك في خوض الانتخابات يبقى اكيد هنشكك في كل قراراتك الفتره الجايه. تبقى كل قراراتك لصالح الجمعيه العموميه. فاعتقد ان امر صعب جدا وكان طبيعي. يعني ده الطبيعي اصلا. طبيعي اللي يعني مش طبيعي ان هم يحاولوا يلغوا ان هو يحاولوا او ان حد يكلمه. فعلا هو بيتكلموا فعلا. يعني في اعضاء مجلس الاداره في اعضاء من اللجنه نفسهم الفتره الطول او ان هم يخلوا تجربه. لكن حكايه تغيير اللوائح دي اعتقد ان هم اتمنى ان هم حتى لو اللوائح مش في صالح الكره المصريه حتى لو متغيرات ومطالبين. لكن كنا كده تلعب في لوائح وانت جاي في فتره. لا دي مش مطلوب منك انت. سريعا بند تضارب المصالح سواء فيما يتعلق باعلامي مثلا ما يترشحش للانتخابات وكيل اعمال لاعبين مثلا او مدير اللاعبين وكلاء اللاعبين يعني ملاك شركات الاستثمار الرياضي وكلام من ده. ده بند هيبقى موجود في اللائحه. رايك ايه في اهميه البند ده؟ هل شايف ان كويس ان يبقى موجود ولا لازم يبقى الكل ليه حق في الترشح؟ لا انا شايف ان كل واحد يكون ليه حق في الترشح حتى لو اعلان وتضارب المصالح. لانك انت في الاخر في حساب في ثواب وعقاب. احنا شفنا اتحاد الكوره رغم كل اللي عملوه ده لكن بمجرد مش ده اتحاد الكوره اللي هنا كاس عالم. بمجرد اخفاق كله مش بالظبط. صح في ثواب وعقاب. الانتخابات هتبقى ساخنها في اتحاد الكوره اكيد طبعا بعد تصريحات الكابتن احمد شوبير. طبعا لو نزل الكابتن احمد شوبير ومهندس هاني ابو ريده اعتقد دي ممكن تكون اشرس انتخابات في تاريخ يعني في تاريخ اتحاد الكوره من سنين طويله جدا. يعني من ممكن تكون الاشرس على مدار التاريخ كمان كله. يعني كمان. انا على مدار مثلا اكتر من 25 سنه ما شفتش انتخابات عنيفه في اتحاد الكوره. يعني ممكن ناس تنزل قويه وبتاع لكن ما بيكونش في صدام عنيف ده. وصدام ما تبقاش النسب 50-50 زي كده مثلا. طبعا. وخاصه الجمعيه العموميه هيكون موقف صعب طبعًا جدا طبعًا جدا طبعًا اعتقد. استاذ علاء عزت نورتنا وشرفتنا في الحقيقه. كنت سعيد جدا بتواجدك معانا. بشكرك شكرا جزيلا. استاذ علاء عزت الناقد الرياضي الكبير بالاهرام كان ضيفنا العزيز في حلقه اليوم من كلام في الميديا. دي كمان كانت حلقتنا. بكره حلقه جديده واخبار جديده عن النادي الاهلي. انتظرونا. الى اللقاء.